عيوني، تعي دقي الكبة عني، حاكم كتفي عم يوجعني وحأسسته مو أمي. أنا كم مرة قلت لك إنه دق الكبة ما بحبه؟ ليش بقى ست الحسن؟ لأنه ما بقدر أتحكم بالجرن. شو يعني؟ يعني كل ما بدي دق دقة بدها تطير من الجرن شقفة لحمة، وبدين يتكوشوا علي القطاط وكل واحدة بدها لقمة، لا ما بكفيهم يشموا الريحة، كمان بدهم يذوقوا الطعمة. من هالناحية اطمني، اليوم القطاط انصابوا بالتخمة. وليش بقى؟ رميت لهم اللحم المدهن لحتى يعلكوا، المساكين عندهم جوع مزمن حتى العظم قرمشوا، ولما اجى اخوكي محسن سحب الصحن من قدامه وخرمشوا. المهم هلا، انا ما بيطلع بايدي دق الكبة. وليش بقى يا جدبي؟ يعني كل هالقد الشغلة صعبة، عم قلك ملقوطة من هون بين الكتف والرقبة، وإذا حضرتك ما بدك تساعديني، ماشي، هلا بدق على بيت المارديني. خلاص خلاص، اوف يا شو هاد؟ أصلاً أنا الله ما خلقني غير لحتى أشتغل بهالبيت وانضرب على